شغلة جوحي وراها أطراف للأمانة تحدث قدام شعب. قصة أريد لها أنسجت بهذا الشكل، صنعت بهذا الشكل، ورائها مدبر. التحقيقات شو تقول؟ فعلا تجسس. شنو جوح اللي يمتلك هاي القدرة يقدر يتجسس؟ من ورا جوحي؟ أولا هي ليست تجسس، ولا يمكن أن أمتلك إمكانيات التجسس. هي قد يكون ابتزاز، قد يكون تسجيل مكالمات، يعني بصمات صوتية، قد يكون فيها نوع من الابتزاز لبعض الناس اللي راسلهم، لكن لا يمكن أن ترقى إلى مستوى تجسس ولا ترقى لمستوى تنصت، لأن هذا يتطلب إجراءات سواء بينه وبين شبكات التواصل، يعني بينه وبين الشبكات التواصل اللي هي يعني الأساسيال الأثير، لازم أكو اتفاق، وهؤلاء ما يخلوا يتنصت إلا عبر موافقات وبها رأي قضاء. فهي لا ترقى لهذا المستوى نهائيا، لكنها ضخمت من أشخاص، ولا أقدر أقول إنها دبرت بقدر ما خطأ ارتكب محمد جوحي مع موظف آخر. هذا الخطأ استغل وكبر وضخم لأهداف معينة، قد تكون أسباب شخصية وراها، قد تكون مصالح أخرى وراها، لكن لا ترقى إلى مستوى لا تجسس ولا تنصت ولا حتى إنها مؤامرة مدبرة، بقدر ما هو خطأ استثمر باتجاه معين. خلينا نخليها تحت عنوان قضاء وقدر. قصة بهذا الشكل بهذا الحجم ممكن نخليها هاي قدوتها؟ ما أنا مرات ما أفتهم يا سيد سبهان. قصة تصنع بهذا، تكتشفها الإعلام الأمريكي ويصرح بها أحد القضاة، وقصة هزت أركان الدولة واستثمرت، لا هي هيك ولا هي هيك. ما أريد أحط لها عنوان، شلون أحط لها عنوان؟ والله تحط لها عنوان من النتيجة، أو أنت تقدر تعرفها من النتيجة النهائية. ما معقول القضاء إجا ساوم وراء الحكي كله وتطلع الشغلة بهالصورة هاي، لكن هي من بدايتها بهالصورة. أي. السبب الأساسي هو كان الأجواء السياسية. الأجواء السياسية اللي انطرحت بها المشكلة ووجود ناس متضررين من هاي الحكومة، قد تضررت وصلتوا لهم دول المتضررين والمتربصين، تقدرون تحاسبوهم؟ وصلتوا لهم؟ يعني هو هذا معروف، يعني من تصريحات من ناس اشتغلت باتجاه تضخيمها، اعطاها حجم اكبر من حجمها الحقيقي، ناس نفخت بها بشكل كبير. دول الناس سيخضعون للقانون، يعني لو كبار فوق القانون. سيد سبهان، ناس صرحت وناس قالت وناس اتفقت. لا ماكو اليوم كبير على القانون، والدليل انه رئاسة الوزراء نفسها كحكومة، قيادة الحكومة، هي خضعت القانون وقالت القانون يمشي علينا. أنا قصدي رئاسة الوزراء، مكتب رئيس الوزراء. بينكم القانون يا أستاذ سبهان، مكتب رئيس الوزراء هل حرك دعاوى ضد هؤلاء الذين تقولون عليهم متربصين؟ لو ذولا فوق القانون حتى نفهم، لأن هذا ضرر أصاب الحكومة. لا ماكو فوق القانون، ماكو فوق القانون، حركت دعاوي فوق القانون. بس إذا أكو شيء الدعاوي، إن دعاوي اللي تخص النشر لم تحرك لحد الآن. إذا هناك من أساء هذا واحد أكيد يصير عليه دعوة، أما هناك حرية تعبير واحد استغلها وحشب باتجاه شوية أكثر من اللازم، هاي تختلف، يعني تختلف الموضوع. المهم هو يدعي أنه أنا سمعت من الإعلام كذا وكذا، سمعت من الإعلام أنها تنصت، سمعت من الإعلام أنها تجسس وهكذا. يعني المهم هو أن نصل للحقيقة، وليس المهم هو من الأساء يعرف نفسه، وبالتالي أكيد التعامل معه سيختلف.